أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة نفحة. إن القرآن الكريم مليء بالعديد من الشخصيات التي ذكرها الله عز وجل لنا لشدة إيمانها وصدقها، وذلك لتكون لنا قدوة حسنة نأخذ منها العظات والعبر. ولعل من أشهر هذه الشخصيات ثلاثة رجال كانوا من الأشد قوة في الإيمان على مر العصور. وأظهروا من الحق ما لم يقدر عليه غيرهم، فمن هم هؤلاء الشخصيات وما قصتهم؟ وماذا حدث معهم عندما جهروا بالحق؟ وماذا كان جزاؤهم من الله عز وجل؟ هذا ما سنعرفه في حلقة اليوم إن شاء الله من قناة نفحة. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد إن شاء الله. والآن هيا نبدأ. ونبدأ مع أول المؤمنين، وهو مؤمن آل فرعون. مؤمن آل فرعون هو رجل ضرب الله عز وجل لنا مثلا به في القرآن الكريم بإيمانه الشديد، فهو رجل آمن بدعوة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، ولكنه كتم إيمانه ولم يظهره للناس خوفا من فرعون وبطشه. وقد شاء الله سبحانه وتعالى عدم ذكر اسم هذا الرجل في كتابه العزيز، والذي اختلف المفسرون في معرفته، حيث ذكروا أن اسمه حزقيل أو شمعان أو حبيب، وقيل غير ذلك، كما لم يذكر صفته في المجتمع ولا منزلته في قوم فرعون. ولكن اجتهد العلماء في تحديد هذه الصفة، فقال بعضهم إنه كان ابن عم فرعون، وقال آخرون إنه كان ولي عهده، في حين ذهب آخرون إلى أنه كان من بني إسرائيل. أما عن قصة جهر مؤمن آل فرعون بالإيمان، والتي كانت سببا لذكره في القرآن الكريم، أنه عندما أراد فرعون قتل نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، كان هذا المؤمن هو الرجل الوحيد الذي وقف ليدفع الأذى عن نبي الله موسى عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وهنا في تلك اللحظة لم يتمكن هذا الرجل المؤمن من كتم إيمانه أكثر من ذلك، فدفعه غضبه لله عز وجل أن يجهر بالإيمان ويحاول منعهم من قتل نبي الله موسى عليه السلام، أو على الأقل أن يقوم بتعطيلهم وتأجيل اتخاذهم لقرار قتله، يؤجل لحين توفير مخرج لنبي الله موسى من هذا الخطر المحدق. قال الله تبارك وتعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. فبكلمات مؤمن آل فرعون تلك، حاول أن يقنعهم بأنه لا فائدة من هذا الفعل، خاصة أن موسى عليه السلام جاء بدلائل وبينات، فضلا عن أنه لا يبدو أنه يطمع في سلطان أو جاه أو ملك أو مال، فإذا انتقموا منه ستكون الرسالة التي ستصل العامة من قوم فرعون
أن موسى عليه السلام قتل من أجل إيمانه، وحينها سيؤمن به أكثر القوم لعلمهم أنه على حق. ثم قال لهم: إن كان موسى كاذبا فإن كذبه هذا سيرتد عليه، فلا تحتاجون لقتله، وإن كان صادقا فتصيبكم عاقبة قتلكم إياه من بعض ما أنذركم به. وعبر عن هذا كله بقوله: يصبكم بعض الذي يعدكم، وهذا تلطفا منه في الحديث حتى لا يستثيرهم بظاهر كلامه، ولكنهم عند التفكير في هذا التهديد المبطن سيتملكهم خوف من ارتكاب هذه الجريمة، لأنه سيصيبهم بعض ما أنذرهم به سيدنا موسى عليه السلام، فإن لم يكن هذا في الدنيا فسيكون في الآخرة. وفي هذه الصياغة للكلمات دليل ساطع على ذكاء هذا الرجل وحصافته، فبأسلوبه هذا الذي يفهم من ظاهره أقل من باطنه سيكون كافيا من تخويف القوم وتعطيلهم عن جريمتهم النكراء الشنعاء. فظاهر القول إنه يخشى على قومه من العذاب إن قتلوا موسى، ولكنه في باطنه إبعادهم عن فكرة قتل النبي موسى عليه السلام، وهو الذكاء والإيمان بعينه. ثم أكمل الرجل المؤمن من آل فرعون كلامه على هذا النهج أيضا فقال لهم: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وظاهر هذا القول أيضا إن موسى عليه السلام قد يكون كاذبا وبهذا لن يفلح في دعوته، ولكن باطن القول يدل على أنهم لن يهتدوا إلى ما يريدون، لأنهم هم مسرفون في الظلم والجور والطغيان، ويكذبون في ادعائهم بأنهم على الحق والصواب وفي أن موسى على الباطل، يريد تبديل دينهم والسعي في إظهار الفساد في الأرض، هكذا ادعى فرعون على موسى. وإن مما يؤكد على صدق إيمان هذا الرجل وأن حديثه هذا المبطن الظاهري ما هو إلا خوف على نبي الله موسى عليه السلام هو قوله لهم في بداية الحديث ما قاله الله تبارك وتعالى: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وهذا دليل صريح على إيمانه بالله وبنبي الله موسى عليه السلام. ثم وصل هذا المؤمن من آل فرعون تحذيره لهم قائلا: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. أي يا قوم لكم الآن السلطة والقوة، فما الذي يدفعكم إلى هذه المغامرة التي يمكن أن تجلب عليكم سخط الله عز وجل وعذابه، الذي إن أصابنا فسيزول هذا الملك كله وهذه الهيمنة كلها؟ وبعد هذا التدرج في تخذيل قوم فرعون عن القيام بهذه الجريمة، لم يجد فرعون من وسيلة لإقناع القوم بارتكابها إلا عبر سلطته وقوته، وأنه في هذا يستند إلى رأيه الذي يجب أن يثقوا فيه، لأن رأيه هذا لا يهديهم إلا إلى سبيل الرشاد. قال الله تبارك وتعالى: قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهذا تهافت وضعف شديد في الإقناع من فرعون، فهو لا يجد أي حجة يقنع بها القوم مثل ما فعل هذا الرجل المؤمن، وبهذا يكون هذا الرجل المؤمن قد نجح بشكل كبير في مهمته، وأقنع ملأ فرعون أن الإقدام على ارتكاب هذه الجريمة أمر غير مجد ولا مبرر له، بل على العكس من ذلك كله، فإنه أمر محفوف بالمخاطر التي تهدد ملكهم ومكانتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية. وفي تلك اللحظة لما وجد هذا الرجل المؤمن أن كلامه ذات تأثير في الملأ الحاضرين، وأن فرعون لا يجد قولا أو حجة يرد بها عليه، بدأ في إكمال حديثه بقول أكثر وضوحا وقوة وإظهارا لما يميل إليه من اعتقاد وإيمان، ويدل على إيمانه بالله عز وجل ورسوله موسى عليه السلام. فقال لهم كما حكى الله تبارك وتعالى لنا في القرآن وقص علينا: وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم
يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب فبدأ مؤمن آل فرعون أولا في تذكيرهم بالأمم السابقة وتحذيرهم أن يصيبهم مثل ما أصابهم من قبل ثم ذكرهم بيوم القيامة حيث لا مفر لهم حينئذ من عقاب الله عز وجل ونبههم وحذرهم أنهم اعتقدوا أن الله عز وجل لن يبعث رسولا بعد سيدنا يوسف عليه السلام ولكن الله عز وجل بعث لهم موسى عليه السلام لهدايتهم فلا ينبغي لهم أن يعرضوا عن دعوته مرة أخرى ثم انتقل بعد ذلك إلى دعوتهم مباشرة إلى الإيمان بعد أن مهد لهم بالتشكيك ثم بالتحذير والوعيد قال الله عز وجل وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب وهذا قول واضح وصريح على إيمان مؤمن آل فرعون بالله عز وجل ثم بدأ بدعوتهم للإيمان بالله تعالى فطلب منهم اتباعه في إيمانه بدعوة سيدنا موسى عليه السلام لأنها هي سبيل الرشاد وليس ما يهديهم إليه فرعون وأن هذا الملك الذي بين أيديهم الآن إنما هو في الحياة الدنيا من المتع الزائلة أما الإيمان بالله عز وجل فهو الذي سيوصلهم إلى المتع الدائمة في جنات رب العالمين الذي يضاعف أعمال الصالحين ويرزقهم بغير حساب ثم أكمل الله عز وجل لنا في القرآن حديث مؤمن آل فرعون ليبين لنا مدى شدة إيمانه وثباته على الحق في هذا الموقف العصيب قال الله تبارك وتعالى مخبرا لنا مقالة مؤمن آل فرعون ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن المسرفين هم أصحاب النار أي ما الذي أصاب عقولكم أيها القوم؟
فأنا أدعوكم إلى ما فيه نجاتكم في الدنيا والآخرة، وأنتم تدعونني إلى ما سيهلكنا جميعا في الدنيا والآخرة. ما لكم؟ كيف تحكمون؟ أنتم تدعونني إلى الكفر بالله عز وجل واتباعكم بشيء ليس له جزاء في الدنيا والآخرة، وأنا أدعوكم في المقابل إلى الإيمان بالله عز وجل لينجينا من عذاب النار. فيا قوم اتقوا الله واعلموا أننا سنرد إلى الله مرة أخرى، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وإن المسرفين على أنفسهم بالسيئات والمعاصي والكفر والشرك سيكون مصيرهم إلى النار. ثم واصل المؤمن بعد ذلك مواجهة فرعون وقومه بالحقائق الواضحة والبراهين الساطعة، ثم أنهى حديثه بأن فوض أمره إلى الله عز وجل، فأنجاه الله تبارك وتعالى من مكر فرعون وآله، وأنجى أيضا بتلك المرافعة نبي الله موسى عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ولقد ذكر الله عز وجل لنا هذه المبارزة الدعوية التي قام بها مؤمن من آل فرعون، تلك المبارزة الفكرية أخبرنا الله عز وجل بها لنأخذ منها العظات والعبر، ولتكون دليلا لنا على أهمية قيام أصحاب الدعوة الصادقة بخدمة دعوتهم بجد واجتهاد وحصافة وحكمة وإخلاص وإدراك للواقع ومعرفة لمن يخاطبونهم وكيف يخاطبونهم وبما يخاطبونهم ومتى، حتى يتسنى لهم الوصول إلى مبتغاهم في هداية الناس وسلوك الطريق المستقيم على هدى وبصيرة من الله سبحانه وتعالى. أما ثاني المؤمنين فهو مؤمن آل ياسين. هو رجل ذكره الله عز وجل لنا في القرآن الكريم في سورة ياسين على أنه رجل مؤمن دافع عن دين الله عز وجل، ودعا قومه إلى الإيمان بالله تعالى ورسله رغم ما لاقاه من أذى منهم ومن تعذيبهم له حتى أماتوه، بل ومن شدة نقائه وصفاء قلبه وشدة صلاحه أنه حتى بعد موته دعا وتمنى أن لو كان قومه يعلمون ما رآه من النعيم المقيم ليؤمنوا مثله ويحصلوا على ما حصل عليه من نعيم ربه وجزائه العظيم. فأصبح بذلك مؤمن آل ياسين ناصحا لقومه حيا وميتا، صافي القلب حيا وميتا. قال ابن عباس رضي الله عنهما، وتبدأ قصة هذا الرجل في القرآن الكريم عندما أرسل إلى أهل قرية اثنان من الرسل يدعوانهم إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وإلى ترك عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. فبادر القوم الكافرون هذين الرسولين بالتكذيب والعناد، فعززهما الله عز وجل وقواهما برسول ثالث. فقال الثلاثة لأهل تلك القرية: إنا إليكم مرسلون من ربكم الذي خلقكم سبحانه وتعالى، وإنه يأمركم بعبادته وحده لا شريك له. فقال القوم: ما أنتم إلا بشر مثلنا، وكيف أوحي إليكم وأنتم بشر ونحن بشر، فلما لا يوحى إلينا مثلكم ولو كنتم رسلا حقا كما تزعمون لكنتم ملائكة وليس بشرا. قال الله عز وجل: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون
وما علينا إلا البلاغ المبين. لكن القوم لم يستمعوا للرسل الثلاثة، بل كذبوهم وعاندوهم وكفروا بهم وحاولوا قتلهم وطردهم من قريتهم، بل وفوق ذلك تشاءموا منهم ومن دعوتهم، وقالوا لهم: إنا تشاءمنا منكم وتطيرنا منكم ومن دعوتكم هذه، فإن لم تكفوا عن هذا فلسوف نرجمنكم ثم نطردنكم من قريتنا هذه. قال الله تبارك وتعالى: قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. ولم يؤمن مع هؤلاء الرسل الثلاثة من أهل هذه القرية الفاسقة إلا رجل واحد، كان هذا الرجل يعمل نجارا، وقيل بل كان خياطا، لذا سمي بحبيب النجار أو المعروف بمؤمن آل ياسين، لأنه جاء ذكره في سورة ياسين. فالتقى هذا المؤمن بالأنبياء الثلاثة فسألهم عن دعوتهم، فأخبروه بقول الله عز وجل ورسالته إليهم، فأعجب هذا الرجل بكلام الرسل ووقع في قلبه فآمن بهم وبدعوتهم، بل وأصبح هو الآخر داعيا إلى الله عز وجل مثلهم. ولكنه لم يجد من أهل قريته إلا التكذيب له وللرسل، لكن هذا المؤمن لم يتوقف عن الدعوة واستمر على ذلك إلى أن جاء يوم كان خارجا عن المدينة، فسمع أن أهل المدينة هؤلاء قد عزموا على قتل هؤلاء الرسل الثلاثة، فما إن علم بهذا الخبر الشنيع حتى جاء من أقصى المدينة يسعى محاولا منع أهل قريته عن فعلتهم هذا، يدعوهم إلى الإيمان وتصديق الرسل. فأخذ حبيب النجار يحدثهم عن أسباب إيمانه ويدعوهم إلى الله عز وجل، وناشد فيهم الفطرة الزكية السليمة التي استيقظت فيه هو، فقال لهم: يا قومي، كيف لي ألا أعبد الله عز وجل، وهو الذي خلقني، وهو الذي إليه نعود مرة أخرى بعد الموت وبعد البعث والحشر والحساب؟ يا قوم، ما لكم كيف تحكمون؟ كيف لي أن أعبد من دون الله آلهة لا تضر ولا تنفع، سواء في الدنيا أو في الآخرة؟ إني بهذا الفعل إن دعوت من دون الله آلهة لأكونن في ضلال مبين. ثم قال بأعلى صوته في القوم: يا قوم اسمعوا قولي هذا، إنني قد آمنت بالله عز وجل ولن أشرك به أحدا. قال الله تبارك وتعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا، لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. فلما سمع القوم منه هذا ازداد غضبهم عليه وعلى الرسل الذين جاءوا ليدعوهم، غضبوا عليه بسبب إيمانه بالله عز وجل وجهره بالإيمان أمامهم. فاجتمع عليه أهل هذه القرية الفاسقة أهلها، فأوسعوه ضربا وركلا حتى وقع على الأرض صريعا ميتا.
فوقفوا على بطنه ففتقوا أمعاءه، وعندما خرجت منه روحه أدخله الله عز وجل الجنة صحيحا معافا خاليا من الأسقام والأمراض، وغفر الله عز وجل له ذنبه وأكرمه ورحمه وجاد عليه بنعيمه العظيم. قال الله تبارك وتعالى: قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ورغم كل هذا الذي لاقاه من قومه من التعذيب والقتل، إلا إنه عندما رأى مقعده من الجنة دعا لقومه وتمنى لهم الإيمان ليروا ما رأى، وليغفر لهم ربهم سبحانه وليجعلهم من المكرمين. فيا ليت قومي يعلمون، ليروا ما أرى من جنات النعيم فيفوزوا مثل ما فزت. ولكن الله عز وجل قد أرسل إليهم ملكا، قيل إنه سيدنا جبريل عليه السلام، فصاح بهم صيحة واحدة فهلكت القرية بمن فيها، وذلك جزاء لهم على كفرهم واستهزائهم بكل رسول يرسل إليهم، وعلى قتلهم هذا المؤمن الضحية، هذا المؤمن التقي الصفي النقي عليه رحمة الله وعلى المؤمنين كذلك. قال الله عز وجل: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. أما ثالث الرجال المؤمنين فهو مؤمن صاحب الجنتين، وهو رجل مؤمن كريم مبارك ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة الكهف في قصة صاحب الجنتين، حيث كان هناك رجل أنعم الله عز وجل عليه وأعطاه بساتين وجنان وحدائق، فأعطاه بستانين جميلين في وسطهما أشجار الكروم ويحفهما النخل، وبين الجنتين الزرع الأخضر، وتتفجر من خلال هاتين الجنتين عيون الماء العذب، ويخرج منها ثمار وافرة في غاية الجود. قال الله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. ولكن هذا الرجل صاحب الجنتين بدلا من أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة جحدها واغتر بما عنده وأخذ يتكبر على عباد الله المؤمنين، فاصطحب ذات يوم أحد أصحابه وكان من المؤمنين، اصطحبه ليريه ما لديه من رزق وفير، فقال له كما يخبرنا الله عز وجل في القرآن الكريم: وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أي إني أنا أكثر منك مالا كما ترى في هاتين الجنتين وأعز نفرا بما أملكه من خدم. فصاحب الجنتين هذا يزن الدنيا بماله ويعتقد أنه بهذا أفضل من ذلك الرجل المؤمن فهو أكثر منه مالا، فإن كان هو مؤمنا بحق فكيف يكون بهذا الفقر؟ بل وزاد صاحب الجنتين عن هذا وقال: انظر يا صاحبي إلى كل تلك الثمار والزروع التي عندي، إنني لا أظن أن تفنى هذه الجنة أبدا أو تزول، بل ستدوم لي أبدا، بل إنني أصلا لا أظن أن تقوم الساعة، وحتى إن كانت هناك قيامة وساعة وبعث وحساب فإن الله سيعطيني خيرا منها لما لدي من فضل وغنى.
وهذا تكبر واضح وصريح على صديقه، على أنه أفضل منه بالمال والخدم، معتقدا أن الله أعطاه ما عنده لفضل يديه. فكان مثله في ذلك تماما مثل ما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. ظنا منه ووهما بأن هذا الرجل بسبب فقره عندما يرى ما هو فيه من خير سيندم على إيمانه الذي لم يحصل منه على شيء في الدنيا. قال الله عز وجل: فدخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وهنا جاء رد المؤمن الواثق بالله عز وجل، الواثق بما عند الله في الآخرة، والموقن بأن الفضل وجزاء الإيمان يكون في الآخرة وليس في الدنيا. فالحياة الدنيا ما هي إلا لهو وزينة ولعب. فأخذ المؤمن يعاتب صاحب الجنتين ويزجره عما يقول، وينصحه بأن يعترف بفضل الله عز وجل عليه، وأن يحمده تعالى على ما آتاه من النعم. قال الله تبارك وتعالى: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. وراح المؤمن يحذر صاحب الجنتين من سوء عاقبة الكفر بالله وجحود النعمة، وأن ما عند الله عز وجل خير له وللناس أجمع وأبقى. قال الله سبحانه وتعالى: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وبعد مرور وقت وقع ما حذر منه الصاحب المؤمن صاحبه الكافر الجاحد، فأرسل الله عز وجل على جنتيه العذاب، فأصبحتا خاويتين على عروشهما. فراح الكافر يندم على جحوده وكفره وما فعله في حق الله عز وجل وظلم نفسه، وهذا ما أخبرنا الله عز وجل به في القرآن. قال الله تبارك وتعالى: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. ونأخذ من هذه القصص أن الإيمان بالله عز وجل بصدق ينجي صاحبه من كل سوء وعاقبة، وأن جزاء من آمن بالله عز وجل ووحده جنات عرضها السماوات والأرض ونعيم مقيم. فاللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين الطائعين. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.